السلام عليكم الزول، بونسوار. قالها خونا كمال مسعودي ربي يرحمه ويوسع عليه، يا دزاير طاب القلب والقليل يشقى ويتعب. انا فيها اليوم، رانا فيها، وشي القليل موش مثلا قال 1% من المجتمع ولا 2% كما كاينين في كل البلدان. اليوم الطبقة الوسطى، الكلاس مويان بأغلبها، يعني في كثرتها، يعني بجملتها تقريب، أباغ لي كلاس مويان سيبيريور كما نقولوا هنا، تقريب فقروا. كاين اللي فقر، وكاين اللي تقريب فقر، وكاين اللي مش فقر، كاين اللي راهو في الميزيرية. يعني قدرة الشراء، يعني البوفوار، القدرة الشرائية، البوفوار داشا، وهذه كل الملاحظين يقولوها، كل الملاحظين يعني الاقتصاديين. حتى أنا عندي هنا رئيس لاسوسياسيون الجيريان دو بروتيكسيون اي اورينتاسيون دي كونسوماتور اي سون انفيرونمون، مصطفى زبدي، يتكلم يقول باللي اون باس كونسيديرابل دو بوفوار داشا دو 50%. القدرة الشرائية طاحت بالنص. علاه؟ خاطر شي سي تو سامبل، باش ما يقولكمش لا هما يزيدوا وينقصوا ويكزاجيري، سي تخي سامبل، نامبورت كي بو لو كالكولي. تشوف باللي الاجور ما زادتش، هي ولا زادت حاجة قليلة، والاسعار دوبلوا، كاين اللي اكثر من دوبلوا، ضعفوا مرتين على الاقل. هنا تعرف باللي البوفوار داشا هبط بالنص. وهذه خاوتي خواتاتي، قليل البلدان في العالم اللي يقول لك القدره الشرائيه هبطت بالنص. هما كي يهضروا ب 5% 6%، اي كارثه. كريز ايكونوميك، كريز فينونسيير، كريز سوسيال، ما فراتش. حنا عندنا 50% مشيتو، ومن بعد وراه المشكل. مولفين وراه المشكل. الجزائريين يوالفوا بكلش، كون غادي تقول له طاحت ب 80% معليش، ومن بعد وراه المشكل. داكشي موش هو اللي عايشها، ما يعرفش هو واش الواحد اللي يخدم 40 سنة ولا 30 سنة بعد يدي روتريت دو ميزير، ميزير في الوقت وين هما عندهم لو اف اس ار، لو فون سبيسيال دي روتريت. يديو ديرو الوغ عندهم هما في الحقيقه ما يسحقوش، ما با لا روتريت. اغلبيتهم ديجا مداو عندهم، ما لموا وداو للخارج وشاو دي فيلا في الخارج ودي زابارتمون ودي لوكس، وشاو في البلاد وداو لي كوميرس وداو لي كريدي بونكير لولادهم وداروا كلش، في الحقيقه ما يسحقوش، ما با لا روتريت. ولكن رغم انهم ما يسحقوا والو، يديو دي روتريت اللي هما يحشموا بهم. اتل بوان، اتل بوان كو toutes les informations concernant le FSR, le Fonds spécial des retraites, c'est ultra confidentiel, très secret d'État, qui met les prises en charge à l'étranger. Il y a une prise en charge à l'étranger, secret d'État. Il y a une prise en charge à l'étranger, secret d'État. Il y a une prise en charge à l'étranger. Il y a une prise en charge à l'étranger. Il y a une prise en charge à l'étranger. Il y a une prise en charge. الثانية هي هذه تاع الفسار، سكري توتال. الثالثة لو توت شوماج، ما حبوش خلاص يهضروا على توت شوماج. والرابعة لي ديبونس ميليتير، هاد الحوايج ما تدخلش فيهم. علاه؟ باسكو تيخربيشين بزاف لداخل. وفي نفس الوقت وين هما يديو ديفوندر دي روتريت سكاندالوز، سكاندالوز. كاين اللي يدي 70 مليون روتريت، كاين اللي يدي 60 مليون روتريت، كاين اللي يدي 50، كاين اللي يدي 40، كاين. في نفس الوقت كاينين الناس اللي يدي روتريت تاع مليون بعد 30 سنة خدمة، مليون ونص، زوج ملايين ونص، ويقولوا راه عايش بها. في الوقت وين داير اون فا ريسيفواغ لو بريزيدون، لو سكرتير جينيرال دو ساتاف، سي بوعلام عمورا، راهو معنا، ايفانو كونفيرمي. سي بس قبل ما نستقبلوه، نخليكم خاوتي خواتاتي باش راح تعيطوا لنا السوندار من بعد، ماذا بكم لما تدخلوا في هذا الموضوع. نحبوا نفهموا اولا
الاسعار ما راهي الاسعار في وهران في الجزائر في قسم تاعنا هل ترى نفسها؟ ونحبوا نفهموا ثاني كيف خاوتنا راهم يواجهوا في هذه الصعوبات، كل واحد يحكي لنا كيف راهو يواجه الصعوبات، ما هي الصعوبات تاعو، واللي راهو مش موافق اللي راهو من جهه النظام يعيطنا يقولنا راكم غالطين ومش كيما هاك وانتم راكم تضخموا وتزيدوا وتنفخوا. ماذا بينا نتناقشوا مع بعضنا بعض، هذه دارنا كل نتلاقوا فيها ونحكيوا بكل صراحه وبالقدر وبالاحترام مع بعضنا البعض. نسمعوا سي اخونا كمال مسعودي. راه طاب القلب والقليل اللي يشقى ويتعب. معنا بوعلام عمورة سكرتير جينيرال دو ساتاف. بوعلام عمورة ميرسي داتر افيك نو. بوعلام عمورة، بوعلام عمورة ات افيك نو اي نو زونتون با تري سارتينمون. بوعلام عمورة est-ce que Boualem Amoura ou Mana? En attendant, نحكموا سي بوعلام، نعطيكم بعض الأسعار باش تقولوا لنا صح مش صح من بعد كي تعيطوا. الخروف 1400 دينار الكيلو، نقولوا بالسنتيم خير. الخروف 140,000، البوف 120,000، البولي ما بين 45 و 50,000، الاسكالوب دو داند 58,000 للكيلو. بلاطو تاع البيض 40,000، الزيت ب 70,000 لتر، الفلفل الحلو 20,000 الكيلو، الدلاء 65 دينار للكيلو، الكرموس 50,000 للكيلو، العنب الأحمر 25,000، العنب موسكات 30,000، العدس 25,000 للكيلو، الرز 15,000 الكيلو،
لي بات 7500 الكيلو، السكر 11000 الكيلو، القهوة 20000 الكيلو، الحليب 30 دورو شكارة الحليب هذاك اللي الريحة تاعو فايحة، الحليب اللي ما لو كان تديه لبلدان اخرين قسم بالله ما يشربوه، 30 دينار لابوشات هذيك اللي يزيدوا فيها الماء، هو ديجا حليب غبره ويزيدوا له فوق لا دوز تاعو تاع الماء يزيدوها له، يعني ويبيعها لك 30 دينار. السردينه ما بين 50000 و70000 للكيلو، وساعه ساعه تلحق ل 100000 للكيلو. الكسكس الكسكسي الكيلو 17000. القنطار سميد 450000. باطا حليب غبره 35000. طماطم تاع الباطا 25000. لاباغيت تاع 1000 تاع 1000 قال لك تقريبا واحد ما يشريها، كاين غير لو بان اميليوري زعما ولا كي تفوت 12 قال لك اغلبيه تاع الخبازين يبيعوا الحب دي اميليوري 15 20 وحتى 30 دينار. الواي تقريبا 25000 دينار اون موين. لي سوان 200000 باش تروح تشوف الطبيب. السكانر بمليون، سكانر بمليون. وقدا ترومبورسي لك لا سيكوريتي سوسيال اللي يقول لك لو بيي دو لا ميديسين غراتويت، يرومبورسي لك 120000 العشره، يرومبورسي لك لو ديزيام 10%. مسيو عموره ايت افيك نو دوماج. بون بو علام عموره مادام ما حكمناش من الاول نخليوها مره اخرى، سي دوماج، سي فريمون دوماج، جو كومبخون با كون اوني با بو لافواغ، دونك نو بوفون با لافواغ او ميليو ني ا لا فان دو ليميسيون، نو لو ريسيفرون ان شاء الله او كوران دو لا سيمين بروشين، جو سوي فريمون ديزولي. شكون معنا؟ سيد احمد من تيبازا، مرحبا بك سيد احمد. الو. اهلا سيد احمد. راني نسمع وي. اهلا اهلا بك. تفضل تفضل سيد احمد تفضل. بغيت ندخل في امور تخص يعني نمط التسيير يعني في الجزائر هذا، يعني السيستم الالكترال هذا اللي داروه يعني مثلين الستيل لهنايا، الانتخابات تاع البلديه الولائيه الانتخابات التشريعيه يعني ما عطاش الثمره تاعو، يعني شفنا توجور الناس يجوا ربما انتهازيين ولا يدوا المناصب يخلصوا عليها عندهم بيدجي مثلا ويصرفوه بلا ما يكون تنميه بلا ما يكون استثمار. قلت انا محسوب لو كان حان الوقت يعني لو كان نبدلوا هذا النمط تاع نظام الحكم هذا يعني بالانتخابات في اطار يعني نظام فيدرالي، تجير ان سيستم فيدرال، ما نجوش حنا خير من المانيا خير من الولايات المتحده، يعني كي تكون ماهوش يعني نظام فيدرالي يعني توشي الوحده الوطنيه. النظام الفيدرالي يكون الجيش واحد، يكون رئيس الجمهوريه واحد، وفيدرال يعني كل واحد مسؤول يظن على البيدجي تاعو على التسيير تاعو هو واش يحتاج كيف يدير التنميه، والناس اللي جو اللي انتخبهم الشعب يكونوا حقيقيين. اذكر رانا في مثلا في نظام فيدرالي نسحقوا الناس اللي خدموا لا فيدراسيون يعني المنطقه. البيدجي حقيقه البيدجي يكون فيه توزيع على حسب عدد السكان تاع كل منطقه اكسيتيرا، وهكذا تكون فيه انتعاش وتنميه. ما نبقاوش ندورو غير فما باسكو حنا شفنا من 62 لهنايا وننتخبوا بصح ما جبناش نتيجه في الانتخابات هذو. الناس يجوا يدوا يخلصوا على البلايص تاعهم ويصرفوا. سيد احمد من تيبازا شكرا. حكمنا سي بو علام عموره، مرحبا بك بو علام عموره. بو علام عموره سكرتير جينيرال دو ساتيف. Bon, il y a un problème, c'est dommage, on laissera donc pour une autre fois. Merci beaucoup, c'est Boualem, nous vous prions de nous en excuser. Je vous remercie au téléphone. Mourad, من فرنسا, مرحبا بك, c'est Mourad. Mourad, من فرنسا. الحاج, من فرنسا.
Il semble qu'il y ait un problème de téléphone avec l'Algérie. Je connais maintenant le Hajm François. نعم الحاج من الحراش حاج من الحراش مرحبا بك سي الحاج الله يسلمك تفضل يا سيدي تفضل يا سي الحاج وي اوني اون تران داتوندر كو فو بارليي يا سي الحاج الو انا نسمعوا فيك يا سي الحاج الو الو يا سي الحاج رانا نسمعوا فيك من فضلك تفضل الله يسلمك شوف باش ندير لك نفيد كوريكسيون قبيله قلت القهوه كيلو قهوه ب 20000 نصرت القهوه ب 20000 ايه نصرت القهوه ب 20000 احنا قلنا القهوه ب 20000 الكيلو هكا ايه نصرت ما اناش نسمعوا فيك مليح يا الحاج تكوبا اكلي من تيزي وزو مرحبا بك سي اكلي السلام عليكم عبد الشنوف وعليكم السلام سي اكلي مرحبا كيفكم لاباس والله لاباس خويا يبارك فيك الحمد لله انا شفت لونسيت واسمو تاع لي فيوند تاع الخضره والاخر ايه الور يا دي شوز بلوس كيما اللحم الاخر بار اكزومبل ما تجيبوش تحت 160000 160000 نعم مي والاخر ميو تاع لو بوف لا تحت ما تاكلش تحت 130000 وي 130 ولا سكالوب دو دان لونسيت 58000 والله 115000 110 115 هلا مي تفضل تفضل ها زيد كمل انا نسمعوا فيك وكاين بزاف راك لونسيتهم كثر انا نسيتهم سمحنا لي بري اللي عطيناهم اون با اكزاجيري فوالا يبا فاتو كاع لي سون دي باسي ها داكور الوغ سي تري تري شير كاع سي تري شير وكيف راهم يديروا الناس كيف راهم يديروا الناس ياكلي سوتو الخضره سوتو الله ما على بالي كيفاش باش نوف والله العظيم تدخل المارشي تحير غير شوف غير بعينك برك والناس يقضيو ولا اسكو البيع والشراء كاين يعني كاين يشوف مسكين حتى ما كان اودي حاله فريمون سي لا صالات راهي لحقت 25000 جوسكا 28000 بابا لا وي سي 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 تري تري شير ما نهضروش على الفاكهه ما نهضروش لي ديسير لي ديسير راهم شكرا بارك الله فيك سي اكلي شكون معنا مهدي من تيزي وزو مرحبا بك سي مهدي اهلا بك مرحبا بك ماناش نسمعوا فيك مليح ها ان بروبليم اجوردي مسيو بشنوف نعم تفضل على نحكوا على الازمه الاقتصاديه ديال وي والله في الجزائر نعم بشنوف ان صالير بوكا تحت 120000 دينار 12 مليون وي باش يعيش ان بار دو فامي افيك سا فام اي دو زونفون معناتها في اربعه باش 120000 مينيموم مسيو بشنوف و 120000 ما يقدرش زعما يشري حوايج ولا يخلي يروح يحوس ولا يدير حوايج سخرين معناتها سي لو مينيموم و بلوس دو سا لا كريز هادي نشوف اونتربريز مع لا كريز هادي راه كرجوا في الخدامين معناتها لا كريز راهي تزيد مسيو بن شنوف راهي شاك موا لا كريز فينونسيال وليطا ما على بالهاش ما تمدش في شيف ماهيش تمد في شيف باسكو علاه باش تغطي العيوب ديالها باش ما يبانوش كو شاك موا راهو الشوماج يزيد مسيو بن شنوف راهو يزيد الناس راهو شاك موا يزيد الشوماج معناتها دوك مع الكوفيد حتى ما يبانش مي ابري لو كوفيد يبان الشوماج راهو كاين هي العجب هو انه لي بري عادوا تقريب كيما بلورو ماذا كي تشوف لي بري هكا شغل لك تشري من فرنسا تروح تصرف السكوار وتشري باغ اكزومبل سردينا مثلا ب 100000 ب 100000 هنا ب 5000 5 يورو دونك 100000 تقابل 5 يورو
صافي دير لي بري تقريب تاع فرنسا وتاع الجزائر تقريب كيف كيف، بصح السالير سالير هنا السميك هنا 1100 يورو ابري، وفي الجزائر ب 20000. سما في الجزائر سي باش ما نغلطش سي قداه 100 يورو 100 يورو 100 يورو لا سميك في الجزائر 100 يورو، وهنا سميك ب 1100 يورو، يعني 11 مره اكثر. ولي بري تقريب كيف كيف، لي بري اباغ الخبز تقريب كيف كيف. بيان سور مسيو بيان سور، مي مسيو بيان سور لي طار الكريام سيتون فو ماهيش على بالها ماهيش تحوس على دير له قال القيمه تاعو باش يعيش ولا. انت ما تيرا ميم با ديجا تيرا ميم با ان ستراتيجي ابري لو كوفيد واش تير ازمه اقتصاديه. وي بارك الله فيك، ميرسي بوكو ان توكا. معنا سعيد من فرنسا. الو اهلا بك سي سعيد. هزول لون هزول تفضل سي سعيد. دونك جو لي بال دي بري دو فاصون لي بري افكتيفمون بور موا لي ملتيبلي بار رابور ا لورو بور موا بور سكي مو كونسيرن باسكو سي اون بران ليكزومبل دو لايروبور ديجا لايروبور دالجير. Ça fait deux ans que je n'ai pas été comme beaucoup d'Algériens, mais c'est quand même bizarre qu'en Algérie, à l'aéroport national soi-disant, un café qui fait 200 dinars, un croissant qui fait 200 dinars, un gâteau qui fait 250 dinars, alors qu'on est en Algérie. Donc un café à 20 000 en centimes, c'est l'équivalent d'un euro ici. Effectivement, c'est toujours ce que j'ai pensé. Vous allez acheter du jus, par exemple un litre de jus, il va vous dire 130 dinars. Et alors qu'ici, il fait 1,30 € pour un litre ou deux litres. C'est exactement pareil, sauf la différence, c'est que c'est le salaire. Et dans ce cas, il faut multiplier le salaire, c'est-à-dire le salaire médian ici en France, on va dire par exemple 2000 euros. Et il faut que les Algériens perçoivent... C'est 1 million, 50 millions, je ne sais pas moi, pour qu'ils vivent comme en France. C'est vrai, mais, hein, le salaire, si on considère que le salaire moyen est de 2000, allez, disons 1500 euros, ça millions, veut dire que... 30 millions, là-bas. 30 millions, ben la Zmina Selhé est touchée aux 30 millions. Et c'est ce que j'avais dit à un commerçant une fois, j'avais acheté du jus... Voilà, 130 dinars, ceci, cela, je lui dis, on dirait que vous les multipliez par rapport à en France. Je lui dis, dans ce cas, il faut que le salarié, il touche tant, il touche 30 millions. C'est bon, c'est-à-dire on est quitte. Merci. Malheureusement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Même les années 90, c'était comme ça. Il y a des vidéos qui tournent. C'est toujours la cherté de la vie, ça ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement. Merci, Saïd. Maana Omar min Zahir, marhaba bik, si Omar. مرحبا بك، السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيت بك نكونفيرمي لي بري اللي مديتهم. وي اكزاكتومون جو كونفيرم اون طونك سيتويان الجيري جو كونفيرم. ابار لو شوفلور درتو انتوما 150 دينار في 250 دينار. باب اون فا كوريجي تو سويت اي اون فا فيريفي 150 دينار شوفلور. ابار لي بري اللي مديتهم كاع جو كونفيرم جو كونفيرم. سي انكرويابل سي انكرويابل. نزيد لك حاجه برك. نعم. بور انفورماسيون ما جو Je travaille, c'est-à-dire à mon compte, chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi. Oui. J'ai fait deux opérations. La CNAS n'a pas voulu répondre à l'opération. Elle répond que c'est-à-dire les médicaments, quels médicaments? Tu achètes, par exemple, une ordonnance à 2000 dinars, tu as 1400 dinars, 600 dinars remboursés. Donc, je ne trouve pas comment ils disent que la médecine gratuite. بهالدرجة دو 2000 دينار يخلص لك 400 دينار. ان تانك نون سالاري. نون سالاري. لا كاس نوس. جي في دو زوبيراسيون ايز اون با اكسبتي جي لي في دون جي كلينيك بيدي باسكو لوبيتال ان بارلون با تي با با يالي لو كوم ما عندكش المعرفة تي با با يالي. دونك جي لي في دون جي كلينيك بريفي اي جي رامني سادير تو لو دوكيمون نيسيسار بور لا كاس نوس. Ils m'ont dit que vous n'avez pas le droit au remboursement, vous avez le droit de remboursement que les médicaments. Quel médicament? Une ordonnance de 3000 dinars et rembourser le 600 dinars. Donc, 2400 dinars. Barakallahu fik, c'est Omar. J'ai confirmé ce que je vous dire, je vous confirme. Merci beaucoup. Voilà, je vous donne une information de plus. Merci infiniment, c'est Omar. Maana Hakim Ndzaïr, marhaba bik, c'est Hakim.
مساء الخير سي بن شنوف. مساء الخير سي حكيم. انا شفي حكيم دالجي على كل حال. اهلا بك. Je voudrais résumer le tout en général. Oui. Et pour dire qu'il est très urgent de reprendre le Hirak. Oui. Il est très urgent parce qu'on n'a rien à faire avec ce gouvernement. Parler d'identité, parler de prix, parler de... La première des choses, c'est l'Aïsaba. Oui. Il faut reprendre le Hirak, c'est très urgent. Oui, en effet. En effet. C'est, mais vous êtes à Alger, hein, à Kedzaïr, c'est Hakim. On est à Alger, oui. Ou qui va l'humour, les gens, يعني, qui va, on a bien entendu qui va les gens y dire ou bien si ils peuvent y vivre normal, ou que les enfants ne m'écrivent pas le transport, qui va y dire les gens, bad charia ou bad l'gla, هذه. واحد ما كفتو شهرية. واحد يا وكان الجريان اللي كفتو شهرية. أبر لباترون بيان سور. بصح كيف يديروا يدبروا يسانهم يتسلفوا الكريدي وكيفاه؟ شكون اللي ما عندوش كريدي على فان جو موا؟ ما كاش اللي ما عندوش كريدي سيرتو لي سامبل زومبلوايي ما كاش اللي ما عندوش ان كريدي لا فان جو موا كاع يسلفوا كاع لا يديروا يديروا كريدي في الحوانت في الحوانت عند صحابهم صديقهم كل واحد كيفاش يدير هذا راح يتسلف من عند العائله هذا يكردي عند لا فامي عند الكوليك عند بارك الله فيك بارك الله فيك كما يقولوا بارك الله فيك سي حكيم معنا علي علي منين من الجزائر مرحبا بك سي علي السلام عليكم وعليكم السلام خويا مرحبا سيدي اخويا حنايا لي فامي الجيريان على كل حال متعاونين بعضهم بعض وكان في لي فامي اللي خدموا ثلاثه اربعه كوتيزيو ويرفدوا هذه بهذه ويشيروا هذه بهذه على يعني بالك الامور كي دايره من بكري تما كنورتنا بارك الله فيك يعني تما في عائله مثلا تلقى زوج ثلاثه يخدموا يتعاونوا تما سني با ان سول سالير جينيرالمون دون لي فامي نو 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 داكور كاين زوج ثلاثه يخدموا مع بعض ويتعاونوا ويفوتوا هذه بهذه هو الهم منين طحناه بهذا اليورو اللي طلعوه لي زيميغري ان اورو بور 21 هو اللي غلى لنا كاع المشاكل في الجيري هو اللي طيح لنا بالدينار الجيريان وما لو كان لي زيميغري نعلو الشيطان ويولوا 56 ويخدموا لي شان كره الامور مليحه في الجزائر دونك 21 عندهم لي زورس 21 وعندهم لي زورس في جيوبهم ما يخلصش عليك كاسمه وما ينفعش في الجزائر ابدا ولادهم وبناتهم كاع عايشين تما وما يوجوش الجزائر قال خاصك 100 اورو حط لي 21 مليون عند بول اخويا روح ديها من باري ولا راك عارف انت خاطر صوره خير مني شاو لي زيميغري هما اللي فلسوا الجيري ما فلسها حتى واحد سون لي زيميغري اللي فلسوا البلاد لي زيميغري اللي فلسوا البلاد اه انا رومي سوا 21 يا سي جمال ماكش انت اللي مولف دائما تبدل اسمك باش تجي تطلق لنا تخرط علينا باش نهضر اه نخرط يا واحد يا واحد المنعول يا روح روح تلعب على روحك روح 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 شكون معنا حكيم من امريكا مرحبا بك سي حكيم حكيم صح اخويا جمال اهلا بك خويا حكيم مرحبا بك ما تعمرش راسك بهذا الدباب هذا باع روحه اصلا المشكل الكبير في الجزائر انا نقول لك نعم. على حسب النظريه تاعي شوف لي بري اللي راكم الى رانا نشوفوا فيهم في الجزائر هذو ولا غلي بري معقولين عادي كاين دو فاكتور كبار اللي خلاو الناس تشوف لي بري غاليين وشنو هما اولا لو سالير لو سالير على بالك اخ جمال لو سالير راه كي تشوفوا راه يل دات دو 1980 1990 السالير هذا اللي طروبا بزاف والدوله بالعاني هذه العصابه هذه لا لا هو شويه الى ان بو ايفولوي لو سميغ الى ان بو ايفولوي اليوم هو في 20,000 دينار مي سكون نو دي با سوفيزامون سي كو 20,000 دينار سون ايت ايكيفالون ا 100 يورو سي ان سميغ في الحقيقه 100 يورو au moment où les produits de consommation sont calqués sur le marché européen quasiment.
اكزاكتومون بصح حنا جامعنا نهضروا على ما نهضروش على لو شيف كي تشد ام بي تاع 1000 دينار تاع الجزائر، تهضر على القيمه تاعها. هما اللي صالير واش داروا لهم؟ ستاغناوهم، زيروهم، خلاهم 30 سنه ما تبدلوش. وزيد كاين ان فاكتور واحد اخر كبير وشنو هو؟ ديفالياسيون. حطوا بواحد 20% 30% اوتوماتيكمون اوتوماتيكمون واش يصرى في بري؟ على بالك راك عايش في فرنسا، انا عايش في امريكا، كل عام كاين زيادات. حنا عندنا زيادات لا كل عام تزيد 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 50 سنت تزيد 25 سنت 25. بصح لي سالير حنايا لا في امريكا ولا في اوروبا ولا في كندا مثال يزيدوا مع حساب الانفلاسيون، راك شايف كيفاش؟ بصح حنا في الجزائر العكس، اوتوماتيكمون المشتري كي يروح يشري الخضره ما تلومش حتى الخضار، الخضره واش راها 4000 يبيعها ب 10000، لازم يدي الفايده تاعو. بصح تروح روح حتى الدوله اللي ما حبش تزيد لك، ونزيد نقول لك ماما مولو سالير ماشي 1800 ماشي 1800 نورمالمون، مينيموم لو سالار مينيموم نورمالمون 6 ملايين، 6 ملايين باش الناس. ونقول لك حاجه، 6 ملايين قليله، 6 ملايين هذا تسمى اللي ما عندوش يخلص الكرا. تسمى هما راهم يلعبوا باش يحكموا الحكم، واش داروا؟ يجوعوا في الناس، يستاغني لي سالار، وثاني زاد العمله يضعفوها. ومن بعد هذاك المشتري المسكين الجزائري يروح يقول لك اه الخضاره ويسرق فيها، الجزارة ويسرق فيها. الجزارة ما راش يسرق فيك، هاو يشري منا ويبيع منا. انت يا دراهمك، دراهمك القيمة تاعهم طاحت والصالير ما زادوش. شكرا خويا حكيم، شكرا بارك الله فيك. احنا ماذا بينا خاوتنا ما نديروش كيما السيد هذاك اللي يهبلنا، يضل يعيط يعيط في يعيط في كل الحصص اللي فيهم ستاندار يعيط، ومرة يسمي روحه مسعود، مرة صادق، مرة محمد، مرة علي، مرة ما عرف شكون، وش هي الهضرة تاعو؟ احنا قلنا له ما تكذبش، روح باسمك وهضر واش تحب. بصح لي تكني ميثود هذم، واش لي ميثود نتاعو باش يفرق بين الجزائريين؟ مره القبائل، مره لي زيميغري، مره لي زيسلاميست، ما هذه هي خدمته. دونك حنا ماذا بينا خاوتنا اللي يساندوا النظام، مرحبا بهم، ما كان حتى مشكل، او كونترير، حنا ماذا بينا يجيو باش نتناقشوا مع بعضنا البعض. ولكن كيما هذا السيد هذا الدباب هذا لي موش فيرت هذا سي با لا بين. نشوفوا بعض الشهادات. لا نشوفوا صالح من تيزي وزو. مرحبا بك سي صالح. مرحبا، بونسوار بن شنو. اهلا بك سي صالح، مرحبا. بونسوار. على رانا نهضروا على البطاطا، وعلى رانا نهضروا على مازال عندنا نقروا بروجي قدامنا، لازم نوليو الحراك كاع الجزائر كامل. يبغوا ياكلوا مازال في تافونير. لازم لازم نخرجوا، لازم جابيل لونيون ناسيونال، لونيتي ناسيونال او باسيفيزم، جابيل لي جون دو دروا يعاونوا يخرجوا من تي ريستوراسيون مان، يخرجوا لي زافوكا يخرجوا كاع معنا يعاونونا. راجلي طون بونجي مسيو بشنو. نعم بخير خير. ما ناش نسمعوا فيك، قرب اقعد قدام التليفون سي سي صالح. واش نقولك؟ والله غير والله غير عيني ما نشوفوا البطاطا، نشوف البونجي ديفون نو سي فري. لازم نخرجوا 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 كاع التريتوار ناسيونال يخرج سي المومون. صح صح، بخير على خير. مشي بشنو؟ نعم كاينه كاينه، عندك الحق سي صالح، بلادنا في خطر، بلادنا راهي في خطر كبير. ربي يستر، ربي يستر، وربي ان شاء الله تبقى الوحده بيناتنا، ما نخليوش هذه الازمه الاقتصاديه هذه تخلينا نخرجوا بالغضب، لازمنا نخرجوا بالسلميه، وعندنا مطالب سلميه. سي صالح عندك الحق، تفضل سي صالح، سامحني قطعت الكلام. نسمعوا بعض الشهادات ومن بعد نرجعوا للستاندار. تمشي الخبز انايا الملكي تاع الفرق ما كاش كي غير تاع 1500 توجور توجور، كل ما نجيو نشري كاو تاع 15 دينار ويقول لك ما كاش ما كاش ما كاين غير تاع 1500 ولا تاع 2000 فرانك، يدي لك جوج حبات سانوج هنايا ولا يدي لك خضر غاليه الفواكه، يعني قلنا فشح يعني القلي ما يقدرش يعني من المحل باش يقدر يفيف افيك 2 مليون 2 مليون 3 مليون امبوسيبل فريمون، يعني شي غالي بزاف بزاف، جيبها من القارص وجبد يعني شي فشح. البطاطا 8000، بطاطا القليل دايم تاع القليل يقول بطاطا 8000. رانا في ازمه تاع الحليب هذه الايامات، ما كانش دي فوت نوض على 6 تاع الصباح نروح ندير لاشين في سعاده اون بليس ماشي في الجولف، نروح ندير لاشين نصيب كاشي 20 ولا 30 مره قدامي بلا لاشين تاع الرجال، ندير لاشين باه يعطيك ربعه، ما يقدرش يبيع لك ثمن ربعه. الاسعار عرفت ارتفاع،
غريب، يعني هناك ارتفاعات مبررة وارتفاعات غير مبررة. طبعا نحاول قدر المستطاع أن ننقص من هامش الربح تاعنا، لكن مع الأسف الشديد تبقى دائما الأسعار مرتفعة. رانا نخبو ميزانية كل شهر نحو شوية شوية حتى نطمو باش نشو الأدوات. بالنسبة لي أنا عندي زوج ولاد، كل واحد على الأقل 1.5 مليون هكاك. مي كاين مشكل، كاين بروبليم تاع راه فارينا، فارينا راهي ما كانش. معنا محمد من شراقة، مرحبا بك سي محمد. مساء الخير سي بن شنوف. مساء الخير. مساء الخير، بونسوار. مساء بن شنوف، موا سي مسيو السيد أحمد تي بازا كي ما في رير. J'ai éclaté de rire parce qu'il a dit qu'il n'est pas préférable qu'on soit un État fédéral comme les États-Unis, comme si, si le choix ne tenait qu'à nous pour faire un État comme ça ou un État comme ça. Et c'est comme s'il demandait à quelqu'un qui était pieds nus et qui marche pieds nus, et il va lui dire qu'il vaut mieux marcher en Mercedes. Donc c'est un monsieur qui est naïf. Il ne sait pas que nous sommes dans un système où non seulement nous marchons pieds nus, mais ils veulent nous enlever même le pantalon. Et ça, j'ai l'impression qu'il ne sait pas. Il ne sait pas que nous sommes dans un système qui ne produit que des catastrophes. C'est un système qui sait faire des catastrophes, qui a conduit un peuple à mourir en mer, à mourir de coronavirus parce qu'il n'y a pas d'oxygène, à mourir de feu, et ça continue. Il ne sait pas que nous n'avons aucun choix et qu'il s'accroche au pouvoir, même si on doit crever. Alors ça, je voulais le lui dire et je vous remercie. Merci beaucoup, Si Mohand. معنا Kamal من الجزائر. مرحبا بك, Si Kamal. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سي جمال. أهلا بك خويا, مرحبا. الله يسلمك. بون بريميرمون حبيت برك ندير بتيت رومارك. وي. على هذوك لي زاتلات هذوك ذوي الهمم وذوي الحاجيات الخاصة. وي. هذاك الوزير اللي معلول عماوها ومن بعد سوا ديزون سقموها. زعما. نشفى مينيستر ان مسيو شوفينمون. قال لهم مينيستر ساستي وساس ديميسيون. وي. يبرر لي في التلفزيون الغلط تاعهم. يا ولدي اسكت ولا ديميسيوني. ايه بصح هذوك سي دي مينيستر. ايه. سي با لا ميم شوز. سي با لا ميم شوز. كونسيرنون هاد غلاء المعيشة ولي سيتوايان نو بو با. لو بلو كرون بروبليم سي هاد السيستيم اللي سوا ديزون نورمالمون يصيب الحلول لهاد المشاكل. إلي تون تران دو تيري افو. خطرة يقول لك ندخل لانفورمير في الفورمير. ومن بعد يجي يقول لك لازم السيتوايان يشري ديريكت من عند الفلاح وبلا رخصه بلا والو. هما ما مدايرين والو, ما على بالهمش جاي سي واش هما يديروا سي امونك تاع الخزينه سي واحد ما راهو في بلاصتو, واحد ما راهو في بلاصتو. دو كاينه حاجه واحده اخرى, شتا شحال تاع ايام ما تصبش 10 سنين 15 سنه 20 سنه الحراك يولي كيما نهار حبس النهار الاولاني على جال كوفيد. الناس كاع قالك مات الحراك, يبان الحراك يولي ويولي اون فورس ويتنحاو كاع, ودوله مدنيه ماشي عسكريه. والسلام عليكم. دوله مدنيه ماشي عسكريه, ومن فمك ربي ان شاء الله. معنا سعيد من الجزائر, مرحبا بك سي سعيد. اهلا خويا جمال, حياك الله خويا جمال. اهلا بك. وحيا كل العمال المغاربيه وحيا الشعب الجزائري الحر في داخل وخارج الوطن. بارك الله فيك. شوف خويا جمال, فان لم تستحي فافعل ما شئت. صح. هاد الناس خويا جمال ما يحشموش. انا يا بورما خويا جمال واش القراءه تاعي لهاد الاسعار, ارتفاع الاسعار سي فولو سي بروغرامي. بعد ما كسروا هاد الشعب وقتلوه بلا فاكسيناسيون هذيك لو مونك بلا الاكسجين سي سويت في هاد الكوفيد ما سيروش مليح, زادوا حرقوه وحرقوا الغابات وحرقوا النبات وحرقوا الحيوانات وحرقوا الحشرات وما تلقوا حتى واحد. عاودوا ولاو لي تجويع الشعب هذا, ارتفاع الاسعار انا بور موا سي بولي باش الشعب هذا يزيد يكرازيوه. ولكن هذه من جهه خويا جمال, ونقولها لهم في المنبر تاعكم منبر المغاربيه قناه الشعب, نقول المشكل في الجزائر مشكل سياسي بامتياز. يا اخي الكريم ما تعينليش رئيس الجمهوريه, رئيس الجمهوريه انا اللي نحطو
شعب الجزائر اللي حطوا، ما ديروناش البرلمان انتم اللي تعينوهم، حنا اللي نخيروا البرلمان وحنا اللي نخيروا لي انستيتيسيون بيدينا حنا الشعب الجزائري العظيم. هذه هي المشكلة تاع هذا الوطن، الرجل المناسب في غير المكان المناسب. ناس ما على بالهمش خويا جمال بهذا الشعب، غالقين على روحهم في لي بيرو. هذا وزير التجارة يخرج ويخرج لنا شغل عنطر بن شداد، وندير وندير وندير، واش الدير؟ ما كان والو، تخدم غير لسيادك اللي عينوك والجماعة اللي معاك. هذا بارك الله فيك سي سعيد، بارك الله فيك. معنا ذهبية من تيزي وزو، مرحبا بك ذهبية. ماشي ذهبية، سي سون ماري. يا تتال كيما يا علي معليش معليش. مرحبا بك سيدي، كيف اسمك؟ كومون فو زابلي؟ وي مسيو بن شنو علي. اهلا بك سي علي، مرحبا بك سي علي. صحيت صحيت مسيو بن شنو. سي سولمون بور دير كو لا رياليتي فو لافي اون دونون لي بري هذوك هما. يا نعم، مي انا نقول لك الله يكون في العون de celui quand on parle parce que الناس يديروا un salaire. والله والله اللي عنده salaire نقول لك moi je vais être franc avec vous avec ma retraite en vie à 4 ya oui à 4 والله ما تكفينا شوي j'étais un enseignant ya نعم وصلت la retraite تاعي درك 4,500,000 ya وحدنا برك جنريانا بيي يا نعم ايه انا ريب ديفيسيلمون يا مي جو بو فو دوني ا بو بري يا مون فيس كي كويزينيير لونيفرسيتي يا افيك تروا زونفون اي بان سي موا كي لوي بيي لي فورنيتور جو في لوي بيي لي كارتابل بور سي زونفون دي تنو بور سي زونفون ما وصلش ميم لي لا بيي ناريف با اتون. C'est voilà, c'est dramatique. Et je me vois, je me dis, je suis heureux au milieu de gens pauvres. J'en les vois, je suis enseignant. Voilà, il avait mais ça va vous prendre le cœur. Yeah. J'ai juste à peu près, juste quelque chose. Vous avez vu les incendies, les gens qui ont perdu leur maison entièrement calcinée? Oui. On leur donne 70 millions. Vous imaginez un peu, vous imaginez. 70 millions. Quand on connaît voilà. les prix de, voilà. De l'immobilier en Algérie. Vous connaissez bien la Kabylie. Rostalalia, Jorsimanour, Melchtel, jusqu'où? Quand un appartement F4, 5e étage, coûte 1 milliard. واش بقى واش 70 مليون تاعك تاع دار لي اون بلين بروبريتي. لا سول سوليوشن لي سي لونيتي اي سورتير لونيتي اي سورتير ادفيان كو بورا. بارك الله فيك خويا علي، شكرا، ميرسي بوكو. نزيدو نسمعوا بعض الشهادات. ديما الحلو نورمالمون راه هذا الوقت راه يدير ب 4000 4000 لا ويدير 15000 طوماطيش نورمالمون راه يدير 4000 راه يدير 9000 10000 8000 بزاف. زروديه نورمالمون 3000 راه يدير 6000 5000. الشلاضه 25000 الشلاضه هبلت نورمالمون. السلعه راهي باطل نورمالمون، راه كلش رخيص باسكو الخضره اللي هذيك تشوف فيها كاع راه وقتها. حنا رانا نشوفوا في اسوام خياليه غاليه بزاف. الشلاضه 25000 قرعه 10000 طوماطيش 8000 بيطراف 5000 زروديه 5000. سمعت ايه غاليه يا ترى بزاف. هاي بطاطا 7000 8000 هنا، قال لي واش ياكل؟ كي ما يديش بطاطا واش راح ياكل؟ او كلش ترى على غالب سي كوم سا. ما ترى غالي يا خويا، كلش راه غالي، حاجه ما راهي رخيصه. كان غير لبس البرك اللي راهو رخيص 2500. دوك حنا ما فهمناش الا المنتوج راهو قليل ولا راهم مغلينها في السوق. ها هو غالي الدعوه، غالي انسان اللي ما عندوش يا حليل المستوى تاع المعيشة زادت بزاف، ماشي غير شوية، أي حاجة زادت. الخضرة غالية شاف، لوبيا ماشطوش مينيموم دير 17، طوماطيش دير 6000 راك للفوق. هاك تشوف الخضرة 9000 غالية، الزرودية غالية،
الشلاضه ما نهضروش، الفاكهه دير يدك النار تشعل فيك، والمسؤولين ربي باش وين راهم يقضيو وين راهم ياكلوا. معنا جمال من فنلا ف... 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 من لا فنلاند، مرحبا بك سي جمال. الله ميرسي، شكرا، ثانكس. انا حبيت نقول يا خو قسما بالله غتقول راني نتحلف رانا جينا نحتفلوا بهذوما لي فريقات لي فريقات لي شروهم على بالك. واش يديروا بالسلاح كيجيبوه والشعب الشعب هامل خلاوه وحده فاهم؟ واش يديروا بالسياسه اللي راهم يديروا فيها؟ انا يا شوف انا في الجزائر، انا في الجزائر جاب لي ربي حاجه اللي يسلكها هو ان كو ديطا من العسكر فاهم؟ هذه المظاهرات هذه صوالح وصيح وصيح هذوما ما يفهموش وما راهمش يخرجوا. والله لو كنت تولي كوريا الشماليه معاهم فاهم؟ مع هذوما يا فوكيا فوار ان فورس لانتيريور دو لارمي qui peuvent décider de prendre les choses en main et de passer à des choses sérieuses. Parce que l'Algérie en ce moment a besoin d'une stabilité profonde, effectivement. Parce que ما بقاتش حاجة في بصح كي تكلم على ان كو ديتا ميليتير هم قادرين يجيو جنرالات يخلفوا جنرالات ويوليو يديروا كيما داروا جنرالات. لا لا لازم نقول لك كاين على بالي كاين كاين رجوله كاين تماك مازال سبحان الله. لا لا كاين كاين واش من هي سي لا سول سوليسيون كي بو سوفي لاجيري سينون فارستورا كوم سا ميم سي لا راديكاليزاسيون دو سيستيم دو بوفوار الجيريا ال فا بار 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 دو جوسكو بوان او ال بو دوفينير لا ستاتور كو لو موند نا جامي كون. ميرسي جمال من فنلندا. معنا رابح من سطيف، مرحبا بك سي رابح. السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم، مساء الخير خوتي اعزاز الزول في اللون. بارك الله فيك خويا، مرحبا بك سيدي. اولا تحيه الى فخامه الشعب الجزائري الذي منذ حوالي عامين رغم الحرب النفسيه القذره اللي راهي تمارس عليه تتمارس عليه، رغم تجويع رغم الاعتقالات رغم حرق منطقة القبائل، إلى أنه قدر يقعد في السلمية التامة حفاظا على الثورة السلمية المباركة وخاصة حفاظا على الوطن. ثانيا أنا حسب رأيي أنه ما لازمش نستعجلوا إخواني، لأن الثورة السلمية المباركة رغم أنها عند البعض يقول لك انها طولت الا انها حققت المعجزات ولا زالت لا تستعجلوا اخواني فالنصر قريب ان شاء الله. سقوط النظام ليس سؤال يطرح، وانما لا نقول هل يسقط النظام او لا يسقط، لان النظام قد سقط فعليا اخلاقيا لكنه لم يندثر فقط. الحل اخواني في الصبر، في السلمية، في الوحدة، الحرية للوطن، الحرية لمعتقل الرأي، الحرية للعدالة، الحرية للصحافة. تحية الجزائر والله يرحم الشهداء وشكرا. بارك الله فيك سي رابح، يعطيك الصحة اخويا العزيز. معنا عبد الرحمن من لندن، مرحبا بك سي عبد الرحمن. السلام ورحمة الله، السلام عليكم خويا جمال، واش راكم؟ وعليكم السلام، مرحبا بك سي عبد الرحمن، أهلا بك. والسلام على الجزائريين في كل مكان، في كل مكان وجدوا إن شاء الله. والأسعار هذو يعني هذو اللي تهضر يا خويا جمال سي إكزاكتومون صح. أنا نهضر مع لي فامي تاعنا يقولون هذا الفريق اللي وريتهم، يعني وزافي دي لا فيغيتي يعني لا كاش. ودوكاتيك يعني الجزائر دوكاتيك انا كي نحبط الجزائر يقولوا لي لي زاني 70 لي زاني 80 تم الدوكاتي مي بصح البلاد ما خدموهاش. لي زاني 70 كنا كانت الجزائر فيها 15 مليون، لي زاني 80 كانوا 20 مليون دابيتون. دوكاتي شنو شحال رانا؟ رانا 44 مليون مازالهم عايشين في لي زاني 70. كانوا 20 بيس في لا كابيتال، كانوا 4 تران، كانوا 10 8 يونيفرسيتي،
ما سالوا ما كذاك ما سالوا والو، بناو غير الحباس وبناو الحباس ولي كازير. لي كازير وين دور راسك في الكازيرنا تاع لي بومبي تاع البوليس تاع المينيتير تاع لا جوندارمري، ما بناو والو ومازالهم عايشين في لي زاني 70. سو كي نيفي دوك لا بوبيلاسيون كبرت، ومن بعد كي نسيب انا لي فيو هذوك تاع البلاد يقول لك اه لي زاني 70 خير. كاين سي لي زاني 70 كنت 14 مليون انا 70 كنت حشيت شحال راكم دوك هاتيك. الحكومه هذه ما خدمت والو من 70 ما خدموا والو للشعب. وهذا واش نقول لك خويا جمال. بارك الله فيك سي عبد الرحمن يعطيك الصحه. معنا صابرينا من تيزي وزو، مرحبا بك صابرينا. الو الو اهلا بك مدام صابرينا، مرحبا بك. مساء الخير. مساء الخير اهلا بك. بغيت نتعرف على مس بن شنوف سيل بوبلي. او فوز ات اون ديريكت جو فوز ايكوت. اوكي مساء الخير مس بن شنوف. مساء الخير اختي مرحبا بك. انا جو فولي جوست بورتي اون بيتيت كوركسيون سي فو بيرميتي بار رابور او بري كو فوز افي فو فيني دو دوني. وي ben vous êtes vraiment loin loin de la réalité, vous m'excusez le terme mais vous êtes vraiment loin de la réalité. Alors dites-nous, dites-nous. Alors alors les prix que vous avez donnés, je vous ai dit vraiment sont très très loin. Je vous donne, je vous cite quelques exemples. Hein. Oui. Pas plus loin que ce matin, j'ai fait mon marché soi-disant. Ben le plateau d'œuf fait 410 dinars. Oui. Le poulet, il fait alors, il fait 47 000. Ça veut dire c'est le kilo. Ça veut dire les prix que j'ai donnés sont ne sont pas exagérés, au contraire, ils sont en dessous de la vérité. Loin de la réalité, vous êtes vraiment loin de la réalité. Excusez-moi, Monsieur Benchnouf. D'accord, ben c'est très bien. Moi, j'avais peur que ce soit le contraire. Non, pas du tout, du tout. Alors les prix que vous avez donnés, il y a longtemps qu'on les a dépassés, hein. D'accord, c'est grave. Il y a longtemps qu'on les a dépassés. Ouais. Voilà. Alors, bon, voilà, je vous ai donné donc ces exemples-là. Et comme vous venez de dire, franchement, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ouais. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Allah yakoun fil aoun. Et quel est le climat social? Quel est l'état d'esprit des gens? Est-ce qu'ils sont tristes? Est-ce qu'ils sont abattus? Est-ce qu'ils sont pessimistes? Eh ben, c'est ce climat-là. Vous l'avez très très bien décrit, hein? Oui. Cool. À chaque fois, vous voyez quelqu'un qui vous essayez de discuter avec les gens comme ça. Tout le monde est déprimé. Tout le monde est franchement classe. Makdernesh. Barakallahu fik Sabrina, yatik saha. Merci beaucoup. معنا عبد النور من الجزائر، مرحبا بك سي عبد النور. السلام عليكم. وعليكم جمال. السلام سيدي، مرحبا بك. الاخ جمال. نعم. شوف السيستم هذا ما هو ني بايوكراسي ني مافيوكراسي، تعرف واش ولا؟ ايه. ولا ماكيافيلوكراسي. فوالا اكزاكتومون. والله العظيم غير لقيتها. هو هذا نظام تاع ماكيافيلي، والله العظيم وراهم يطبقوا في سياسه ويحيى تاع جوع كلبك يتبعك، والله العظيم راهم يطبقوا في هذه السياسه تاعهم. بصح ان شاء الله ربي وكيلهم، والله ربي وكيلهم. ابري كاع لو باركور هذاك تاع علاج الشفاء، ابري لو تروكاج le pillage et le bourrage. Maintenant, tu as fait l'étape de l'auto-sabordage. L'auto-sabordage. C'est la fin, Allah l'adim, c'est la fin. Le nizam, ils veulent se débarrasser d'un peuple qui est noble, qui est millénaire. ميلينير عنده حضاره، حبوا يستغناو عليه، يستغناو بالقوه تاعو الثقافيه، القوه تاعو، الذكاء تاعو، حبوا يستغناو منه، يبقاو غير هما بيناتهم يخدموا في الانظمه العالميه هذه المستعمره. بارك الله فيك سي عبد النور. نزيدوا نسمعوا بعض الشهادات. قلت لك كل الشعلة، الدجاج راهي النار شعلة فيه، الخضرة النار شعلة فيه، البطاطا 7000،
الزوالي مسكين يساوم ويشري شويه ويروح للدار. والله غير شريت الجناحتين، شريت كيلو جناحتين ندير نبنن برك واش نديرو. سي با بوسيبل. الدجاجة كومبلي تو لا بور 100,000 ولا لا لا 100,000 مع الدراري مع لا غونتخي دي كلاس مع تريسيتي مع هذيك. الله غالب. الزوالي ولا غير يجي يتجول ويروح، واش يدير؟ ولا لا لا يتجول ويشوف بعينيه ويروح. تحليل، انا عندي زوج برك والله غير وراني بالبوست تاعي وخدامه وكلش والله ما لحقنا. يا حليل اللي عنده مدخول قليل وعنده ثلاث دراري ولا اربعه والله حليلو ما يلحقش. من البريال شوفي ترقدي تنوضي البريال يتبدل يديروا كيما يحبوا. خاطش المراقبه ما كاش، كان المراقبه شويه شحال تخلص؟ هذا على الاقل عندك 5 ملايين، هذا على الاقل باش تنجمي وماشي تعيشي كيما لازم. ايه على الاقل عندك 5 ملايين في الشهر. روح المسكين يخلص 2 ملايين ولا ده. وين؟ شحال من الحانوت كاين؟ والدجاج كارون 3,000، الدجاجة طيح لك 100,000، طيح لك 120,000. اللحم راهو طالع، وين طالع؟ وين ترمي يدك تقيسك تريسيتي؟ وربي يجيب الخير. المواطن او اب الاسره صعيب عليه باش يجيب حتى الاكل تاع اليومي، حتى الخبز تاع اليومي راه ما يلحقش. واللي عنده الاولاد 3-4 باسعار اللي راهي نشوفوا فيها يعني تضاعفت على 3 مرات. الدجاج راه غالي، راه ما كاش انا شعره غالي. هذه البريود راه غالي، راه ما كاش، راهم يقولوا بلي ما كاش. حنا نبيعوا فيه 41,000 وغالي. شكون اللي يشريه؟ شريه غير اللي عنده دراهم. نبيعوا دي موكس وزواليه سي نورمال، يحبوا يشريوا جناحتين رقابي سي نورمال. كيما جناحتين 27,000، كيما رقابي نبيعوا فيهم 7,000. دندن راه غاليه، كيما اللي كويس انا نبيعوا فيه 45,000، سكالوب 80,000، شاورما 70,000. لا كلش راه غالي. شوفي داري المارشي معمر راه فارغ. ما كاش الدجاجة ويدير 46,000 شي قراب. قلنا ما ناكلوش اللحم، درك ولينا ما ناكلوش الدجاج. واش نقول لك انا والله العظيم غير ما لقيناش الحل. تجي باش تقضي 500,000 ما تشري لك والو. ماشي غير الدجاج، ما من الخضره. والمشكل هو تاع السوق هذايا ما فهمناهش. تكون كيما نعطيك بيتيت اكزومبل في الحلو، كان يدير 5,000 6,000 طلع 12,000 14,000 نورمالمون. ما يطلعش ب 10,000، يطلع ب 2000 فراك 1000 فراك 500. والله العظيم غير كارثه. 41,000 راهو غالي بزاف الاخ، راهو ناقصه ومنا وماهمش يحطوا السلعه منا. والشعب ما كاش، الغالب الشعب ما عندوش. الغالب ما يقدرش يشري الدجاج ب 41,000 تقابلو 100,000 120,000. لازمك تجيه في الدجاج ولا ما عليش، راهي في الخضره في كلش راهي غاليه الحاله. كون زعماك باريكزوم زعماك الدجاج هذا كون راهو رخيص، انا نخدمو حنا نخدمو. هكاش كل حاجه راه غاليه، الفلوس راهو يدير 15,000، الدجاج راهو يدير 41,000 الى حقل 41,000. الدجاجه تفوت 100,000 شحال تشري فيها؟ بزاف المعيشه غالات بزاف. غالي بزاف اختي، الزوالي مسكين ما ولا ما يقدرش يشري ولا غالي بزاف. لا غير ربي يعينو الزوالي مسكين. الزوالي اللي صور 2 ملايين ومليون ونص و18,000 وكيفاش راح يزاي؟ واش ما ينجمش ياكل الدجاج وما ينجم ياكل اللحم؟ هاي الزروديه والله اللبس والله هذاك هيدير اكثر. توصلنا في وقت ونقولوا الزوالي اللي صور 2 ملايين يعني اللي عنده سميك الحد الادنى للاجور لو سالير مينيموم ولا زوالي، يعني خدام حزام لانه الصباح يروح يخدم ويتعب ويجري ويخدم ترونسبور وعنده الشاف وعنده الشاف ديكيب والشاف تشونتي وكونتر ماتر والديريكتور وسو ديريكتور والديريكتور جينيرال الناس الكل تحكم فيه. من بعد يقول لك زوالي مسكين ما يلحقش، ثم يخدم باش ما يلحقش. لا فكروني في واحد السيد حكاها لي قبيل عبد السميع، قال لي يلبس القشابيه في الشتاء وفي الصيف وكل عام يروح يقعد في واحد الشوكه ويقعد هو ما في عقله. قال له علاه نخدم ولا؟ قال له الماكله ويجيب ربي اللي جات ناكلوها وخلاص، بصح باش نخدم ما نخدمش. يعني باش تشوف وين توصلت البلاد. نعاودوا نفتحوا الستاندر. شكون معنا؟ نور الدين من الجزائر، مرحبا بك سي نور الدين. الله يبارك فيك يا سي جمال. مرحبا اخويا.
نحب ندخل فيها، حبيت نعطي واحد القراءة واحد لاليكتور بالك إن شاء الله نكونوا فيها في الصواب إن شاء الله. كاين في كل بلاد يا أستاذ جمال كاين الأزمات، كاين الأزمة وكاين التأزيم، كاين الألغام وكاين التلغيم. نقراوها وكأنها عملية تأزيم، مثلها هذا خذ مشكلة تاع المعيشة وتاع ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية يعني الخيالية، مثلها مثل الأزمة تاع الحرائق، مثلها مثل الأزمة تاع الأكسجين، مثلها مثل الأزمة تاع المغرب، مثلها من كل أزمات هذوما هي عمليات. أنا نشوف فيها عملية تأزيم. بمعنى واش معناتها سي جمال؟ نعم. هذا الجناح هذا تاع المجرم السفاح هذا تاع نزار وتاع التوفيق، راهو في عملية تأزيم وعملية يديروا الأزمات اللي راهم في السلطة، جماعة التبون وجماعة الشنقريحة. باش كيفاش الشعب هذا باش ينوض زعما كونتر، باش يحملوا المسؤولية للسلطة هذيا. دونك هي يعني معناتها راهي أزمة تاع الأزمة في هرم السلطة، الصراع تاع الأجنحة. الشعب هذا ما عندوش يعني حتى فايده فيها. واش علينا احنا الشعب هنا واش نقولوا؟ دوك حنايا لو كان لازمنا نوضوا ندير نكملوا الثوره السلميه تاعنا، هما حايبين ينوضونا باش نوضوا وباش يتسمايلوا الحق يعني الهدف تاعو هذايا سي نزار والتوفيق. وحنا الشعب تاعنا ما لازم ندخلوا في دعمك، لو كان نقعدوا ماشي غافه، لازمنا نوضوا. الحل وين راه؟ لازمنا نعاودوا نوضوا، لازم نحضروا للنوضوا لنكملوا الثوره تاعنا تبقى في سلميه. ما لازمش نروحوا للعنف اللي راهو يبرمج ليه لهذا الجناح هذا السفاح هذايا. وعليه حنا باش نكملوا الثوره تاعنا السلميه سي جمال، يلزمنا مجموعه حنايا اون ريفونديك اون ريكلام اون اورغانيزاسيون سيكريت، لازمنا منظمه سريه سلميه اللي باش تكون اموتور. شكرا. مالوغوزمون كمل الوقت، ولكن تقدر تعاود تعيط مره اخرى ان شاء الله وتعطينا المشروع نتاعك. معنا سي عبد النور من الجزائر، مرحبا بك سي عبد النور. شريف من باريس، مرحبا بك سي شريف. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام سي شريف، مرحبا والله سيدي. الله يكفر رجالي كيما انت ولات الفاميلا. ربي يعيشك خويا العزيز. والله يتحرق في قلبي نجاوب عليه، هذا ديما يقلقني، نقول ما نهضرش ونهضر، نقول سي علي هذا يقول لك الدوفيز غلاوه لي زيميغري، وقول له روح شوف الدراهم اللي سرق حكوت وكونيناف وحداد وبالقصير، هما اللي سرقوا الدوفيز، ماهوش لي زيميغري اللي طلعوا. لي زيميغري هم قاعدين يلموا في الدراهم ويبعثوا في الدواء وفي لي ريسبيراتور وفي مكان. كنت مع الدكتور ايت محمد حسين، نشوف فيه يروح من بلاد لبلاد في فرنسا باش يلموا الدواء والدراهم والمعاونه، وتشوفوا شي يتعبوا ويخليوا ولادهم ويسهروا الليالي. لا هذا اللي يجي هذا السيد هذا يقول لك الازمه تاعنا كل جايه من زماقره كما يقول هو. ايه كله كيروح يداوي تبون يخسر 80 ميل اورو ولا 150 ميل اورو، قول له الدوفيز داوه العصابه. قول له كيداوي بوتفليقه دار طياره كيما الطاكسي، هو وخو السعيد يهزها ويروح كومان طاكسي يداوي في الخارج، خسر دي مليار دي مليار. قول له لي زيميغري خدام حزام عرك كون ما ينوضش الصباح يخدم يزعكوا القوري، يقول له روح ترقد على حك. والكلمه الاخرى نقول لك يزون صالي ليماج دو لالجيري، يقول لك حكمنا ارهابيين او حكمنا ارهابيين، هاي سون اون تران دو صالير ليماج دو لالجيري في الموند اونتي، واش بهم هادو يسون با كونسيون. ايزون بوزوان دو سا يا سي شريف، ايزون بوزوان دو سا باش يخوفوا الغرب، يقول لك يلزمنا الناس هذم يبقاو على راس الجزائر، هذا مبركني يحميونا ضد الارهاب، هذم يحكموا الارهاب ويقتلوه ويرحيوه، كون يروحوا هما الجزائر كل تولي ارهاب ويصدموا علينا. إلو فو اكسبري، سي ان فون دو كوميرس. سي فري جو سي كو سي ان فون دو كوميرس، مي سي لا اونت، اوليو يجيو لي زانفيستيسور اون الجيري يجيو الجزائريين ينفيستيو في الجزائر. واسمو قلبوا لنا الجزائر ميلون اريير، شتها من الراس وكل بيدون في. بارك الله فيك سي الشريف. ومعنا محمد من خميس مليانة، مرحبا بك سي محمد. سي محمد خويا تمتي، اهلا بك خويا محمد، مرحبا سيدي. توحشناك اخويا توحشناك. الله يتوحشك الخير ان شاء الله. خويا المشكلة وين راهي يا تمتي خويا؟ نعم. المشكلة عارف النظام المجرم هذا؟ راهو يحوس يجوع الشعب.
باش الناس الشعب هذا يجوع يولي يخمم غير في كرشو، يخمم غير في باش يجيب الحم يجيب الجاج يجيب البطاطا، ما يخممش في السياسة. اللي الشعب يخمم غير في كرشو، ما يخممش في السياسة، ما يخممش في المضاهرات، ما يخممش في الحراك، باش ينسى الحراك. ثم يقولوا الناس يلهوهم غير في كرشهم بالبطاطا واللحم، فهمني فهمتني خويا جمال؟ لا بصح سامحني يعني من حقك تمد رايك، ولكن يعني نظن باللي سي نورمال الناس لازم تاكل لازم تشرب لازم تقوم بولادها لازم تقري ولادها لازم سي نورمال يخمم على هذا الجانب تاع الحياه. هذا ما يمنعش انه يقاوم ويوقف وينفض روحه ويرمي عليه هذا التعفن هذا اللي تسلط عليه، ولكن تاع يخمم على المعيشه شيء حاجه عادي يعني نورمال طبيعي. نعم يا النظام المسلم هو اللي راح يحوس الشيء هذا، هو اللي راح يحوس هذا الشيء. فهمتني؟ نعم. قلت لك الشعب لازم يتوحد ولازم ينفض الغبار على روحه. صح. ما لازمش يقعد راقد. لازم يخرج للشارع، لازم يضرب حقه، ما يقعدش راقد. لو كان يقعد راقد يعصوا عليه. المشكل تاع الشعب لازم ينفض الغبار على روحه. بارك الله فيك سي محمد. ومعنا عبد الرحيم من جزائر، ثم نزيد نشوفوا بعض الشهادات. سي عبد الرحيم مرحبا. عبد الرحيم انا اسمع فيك سي عبد الرحيم، مرحبا بك. على بالك اللي في الجزائر بالحجر. بدل المكان اللي راك فيه، ماناش نسمعوا فيك، ماناش نسمعوا فيك. فو شونجي دو بلاس. Essayez d'aller ailleurs parce que là où vous êtes, il n'y a pas de champ, ou là vous êtes trop près de la télé, ou là je ne sais pas. La classe moyenne d'ailleurs. Voilà, comme ça on vous écoute, on vous entend. Ta'assi bichlou. Alim bik, khoya, marhaba bik. Boutlik les retraités d'ailleurs, bichakil la classe moyenne d'ailleurs, t'aïtakul bizbel. Eh oui. Aksma'i. Nesma fik, khoya, nesma fik. Ala, boutlik les retraités d'ailleurs, amyaklu bizbel hajak. بعد الشر عليهم ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله ما يتوصلوش لهذا. اللي بده ياكل برومي ماي والله ما دواء، والله دورو واحد بدا دورو. والله روفاليز لا روفالوريزاسيون هذيك تاع برومي ماي كل عام، والله ما واحد مدى دورو. راك تسمعني؟ نسمع فيك نسمع فيك نسمع فيك سي عبد الرحمن. قلت لك لوكمونتاسيون هذيك تاع برومي ماي كل عام، والله سمعناك سمعناك سمعناك. انت روتريتي سي عبد الرحيم؟ انت اسكو فوز ات روتريتي؟ نخلصوا تري فورت سوم. ايه. انا سوي فونكسيونير، كاين اللي يخرج يدي لاف سي ار 60 مليون ويزيد يخدم، يزيد يدي ويزيد يخدم 3 بونسيون. ايه وي، ايه وي، ايه وي، مالوغوزمون. كاين هم يخدموا معايا سيدي روتريتي، عندهم دي سالير ديجا تاع لاف سي ار، ويزيد يخدم معاك ويزيد يدي يزيد يخدم. بارك الله فيك سي عبد الرحيم، هذه هي الدنيا. وكما قال كمال مسعودي، واحد تعطيه وتزيدي له والاخر حاير في روحه. شكون معنا؟ نشوفوا بعض الشهادات. اسكالو راه 74، اللي الدجاج راه 42000، واللي كويس راهم 37. الغلمي يدير 120، والبقري كاين دوش بقري 110000. كاين لا باسكوت دير 125، البيفتاك راهو يدير 170 160. المواطن دوكا كيقول لك نقاطع الدجاج، واش راه يقاطع؟ يقاطع حاجه ما كاش. 13000 الحار، كيف 13000 باذنجان 7000 بسباس ماشي وقتو راهو 15000، لوبيا مونجتو 17000، الزروديه 4000، اللفت 10000، والقرعه 9000، والخيار والبيطراف 8000. معيشنا حنا بطاطا، بصح البطاطا 8000 ما لحقناش نشروها، كي تلحقنا الموس نعدم نشروها. صح من داك والله ما نشروها يا اختي، وانا رايحين بهذا الشيء هذايا ما عطيش بشحال، ما لحقناش نشرو الدجاج كويس واحد باميل، ما لحقناش، عدنا نشوفوا بعينينا وما ناكلوش. هذه نتيجه الريع خوتي خواتاتي، سي لو ريزولتا دو ليكونومي غونتيير تاع يهز من البترول والغاز وباش يقدر يسرق وينهب ويهرب سوارد للخارج.
يشبع الشعب، يعمر له بلا كونسومون، امبورتي له. ديجا شكون اللي يمبورتي؟ هما اللي يمبورتي، هما اللي يمبورتي ويربحوا فينا بلا سور فاكتوراسيون اونتر اوتر. لي ملياردير، لي كابيتان دندستري اللي خلقوهم، اللي مصونا الدم، الدم تاع الجزائر مصوه. هاللي لي زوجين دو ترانسفورماسيون دي برودوي اليمونتير اونتر اوتر. دونك بور فو دير باش يسكتونا واش يديروا؟ انجكتي لهم صوارد بعلاه باش يشريوا السيارات نتاعنا ويشريوا لي برودوي اللي نمبورتيوهم لهم حنا، وهم صوارد هذوك اللي ننجكتيوهم ليه ما يرجعوا لنا لينا حنا، نصرفوهم بالدولار وباليورو ونديوهم ليه، وهما خليهم في بوحبوحة يقهموا، يخليه ما يعرفش يخمم، يقيل في راسه، يقيل يفين سياسة سيريبرال، خلاص سياسة فارنينتي اد فيتام اترنام، ما يفطنش خلاص، خليهم هما يمصوا له في الدم ويقول لك ما احلى برود والواد مديني وما احلى برود. اي دونك مي سا دور لو طون كو دور لا ريسورس ناتوريل. لو جور و يا ان بروبليم ولا ان افوندرمون دي بري يبان العيب، يبان العيب، تنزف على الرماد يبان الصح، هاو بان الصح، باللي هاد الناس اللي يقول لك هنا والجزائر ونديروا دو ستاد والجيري نوفال وكذا، هاو بنت، ها بنت تاع لي كوب دي موند وانت كذا وانت تعرق لي كادر في الحيط ويجي ستبوني يقول اقسم بالله انه برنامج الرئيس نديروه ويصرا وش يصرا والجماعه تسلم على اليد وعلى الرجل وابلا فونتر من باطي عن خذ، والشعب كاين حتى من خاوتنا لما تهضر ضد النظام يقول لك انت مرسنار تاع قطر وانت الصهيون وانت المروك وانت الامريكان وانت اوبتكور ولا شو با يقولوا لها جوسكو جور و لا فيريتي نو اكلات اون بلان جور. بصح شكون يخلص خاوتي؟ شكون يخلص؟ شكون يعني يخلصوا؟ هما ما يخلصوش، دي ملياردير هنا في هاد لي غران اندستريال، لي غران كابيتان داندستري، لي غران جينيرو، لي غران مينيست، يسون ملياردير. يسكنوا هنا في فرنسا في لي ميور كارتيي دو باري، القور اللي ما يحلمش بها، قسما بالله القور هنا لي يسون 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 ريش، والله ما يحلموا يسكنوا في لي كارتيي اللي يسكنوا فيها هاد اللي مصونا الدم. وشكون يخلص؟ يخلص الشعب الجزائري هذا اللي كي تصب عليه، تصب حتى على واحد كونتي بلو سي لو بلو بتي كي سموي. والشعب اللي راهو يخلص درك وولاد الشعب ومازال القدام ان شاء الله، برك رانا غلطين ان شاء الله باللي الضاله مش راح تطيح، ان شاء الله الجزائر هذا يفيق وينفض روحه وينوض ويتسند مع بعضها البعض وينقذ بلاده وينقذ مستقبل ولاده قبل ما تنهار وقبل ما تروح وقبل ما تتقسم وقبل ما يعود العنف وقبل ما تعود الدم. بعيد الشر ان شاء الله نكونوا غالطين، وان شاء الله عمرها ما تصرى وعمرها ما تعاود تزيد تصرى. بصح شرط باش ما تصراش لازم الشعب يتحد ويفيق مع روحه وما يخلي حتى واحد يزيد يغلطه، ما وما تستعمل لي لا فلان ولا لا راندي ولا المجاهدين ولا الشهداء ربي يرحمهم اللي تستعملوهم كذبتوا على ما حشمتوش حتى من الارواح نتاعهم الطاهره اللي ضحوا بها من اجل البلاد، تستعملوهم فوند كوميرس باش تغلطونا وتغندفونا. لا ان شاء الله خاوتي الجزائريين يفيقوا مع ارواحهم اكل كيما رانا، ان شاء الله حتى الناس اللي راهم مع النظام درك يقول لك ها صاحبي انا امنت فيك، خاطر كاين اللي من نيتهم مع النظام ومن نيتهم، او يحسب صح باللي احنا رانا ضد الدوله وهي ما كانش دوله، كان مافيا. يحسب صح رانا ضد الوطن، هو الوطن مداوها رجعوه مزرعه تاعهم. مازالوا 4 دقائق نزيدوا نخليكم 2 أو 3 أبيل. شكون معنا؟ سمير من فرنسا، مرحبا بك سي سمير. الله يسلمك تعيش، الله يعطيك الصحة. أهلا بك خويا سمير، مرحبا سيدي. الله يسلمك، كنت بعثك على انسان تهدرت قال لك نص تاع لي زاني اللي عشناهم وين كانوا يقولوا لنا تزوجوا دراهم لونساج وكان كان البحبوحة. اليوم رانا شغل رانا ندخلوا في الحيط، رانا رايحين غوفير لو ميغ، وان بليس اليوم مش مازال لي سوبونسيون، مازال الدعم في الحليب في الفارينة لي برودوي بروميير نيسيسيتي، نهار ينحيوا لنا الدعم
ويجي لها فامي الزاير فكر رانا رايحين ليها هذاك النهار نولوا حنا الاخرين كاع كونديمو افريكان كرانا والفنا رانا والفنا البريفيلاج والبريستيج هذا تاع الدعم وملي السكنة ومثل الشعب وكذا والشعب ثاني لا صافاك ريسبونسابيليتي فاش راهو صاري هذايا باسكو كي كانوا دراهم لونساج يقطعوا الناس كانوا كلاو منها هذه هي ثاني باش نقول دولا بون داروا واش داروا ديكورنا وسرقوا ونهبوا والشعب ثاني سبلي دون سيت ميديوكريتي راك معايا نعم وهذا مش حبيت نقول لك ان شاء الله تستقم الزاير على كل حال ان شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك خويا العزيز يعطيك الصحة كان هذا هو آخر مكالمة قالوا لي لا ريجي أنا كنت نقول نزيدوا دو تخوا زابيل الحصول بارك الله فيكم نتمناو أنه نكملوا نقعدوا مع بعضنا البعض ونتلاقاو في هذا الدار هذه اللي راهي المغاربية دارنا كل باش نعبروا عن رأينا بكل صراحة وبكل حب لهذا الوطن وما نخليه حتى واحد يدخل ما بيناتنا وما نخليه حتى واحد يخرب بلادنا وما نقبله حتى من إنسان كان أنه يتولى على كومون دير سو كي ابارتيان او بيبل الجيريان سون درابو سا تير سا ميموار سون هيستوار et surtout son avenir celui des générations futures qu'ils ont très gravement compromis تما درك الامانه راهي عندكم انتم اخوتي الجزائريين الشبان بالاخص باسكو لي جينيراسيون اللي فاتوا يعني بصراحه يعني منهم تاعي انا يعني مني انا منهم نو زافون فاي نو نافون با ايتي ا لا اوتور نو نافون با سو بروتيجي سو بيي نو نافون با بو لو سوستخير ا لا فوراسيتي دي مونستخز اي دي فامبير باش نقولوها كيما راهي نو زافون فاي نو نافون با ايتي ا لا اوتور de ceux qui ont libéré ce pays. Mais là, y compris les chouhada, ils ont failli. Les moujahidines, les haqiqiyines, ils ont failli. Parce qu'ils ont permis à des monstres et à des vampires de déchiqueter ce malheureux pays, de le mettre à bas, de le ravager, de le dévaster. Donc, la manara est comme tout ma khawti choubban, mais je te tlemmou ma abadakoum, je tlemmou chamilkoum. ولا تنقضوا انا ما عنديش الحق نورمالمون نهضر الهضره هذه باسكو انا صحافي اني با دون مي زاتريبيسيون دون ما دون مي دون ما دون ما دون ما فوكاسيون دو بارلي كوم سا جو ني دوفري با اي جو ني با لو دووا افري دير جو برون سو ريسك مي باسكو il y a péril en la demeure باسكو كي تعود الدار شاعله ما بقى فيها لا قانون لا والو لازم تسلك الدار لازم تطفي النار وما تخيرش لي بونكي اللي يقدر يطفي مرحبا به اللي يقدر يطفي مرحبا به اللي يقول لك انا جزائري ونحب نسلك الجزائر مهما كان حتى كان نكون من النظام مرحبا به انا راي مانيش جو سي با اون تران دو دوني دي دونك مي لو مومون اي غراف لور اي غراف il faut maintenant